بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس محمد عادل البطل. إن شاء الله ده توتوريال رقم 2 في مادة الإيه؟ الـ Water and Waste Water Treatment. أول حاجة بنتكلم عنها النهاردة حاجة اسمها Chemical Sedimentation أو Coagulation. بالراحة كده، إحنا المرة اللي فاتت قلنا إن إحنا عندنا حاجة اسمها Sedimentation، والـ Sedimentation دي بالعربي اللي هي الترسيب. اتفقنا إن الـ Sedimentation دي منقسمة لحاجتين، عندي حاجة اسمها Plain Sedimentation وعندي حاجة اسمها chemical sedimentation. قلنا ان البلين سيدمنتيشن دي ان ده كنا بنصمم حاجة اسمها primary sedimentation tank، قلنا التانك ده المية بتدخل، المية دي بيبقى فيها particles، particles دي اللي هي ايه solid particles، particles دي بسيب المية دي في التانك ده بديها حاجة اسمها T او اللي هو retention time، بديها تايم، التايم ده بدولها ليه؟ بحيث ان البارتكلز تترسب نتيجة وزنها، يعني كل بارتكل من دول نتيجة وزنه يترسب ويجي لي ايه تحت. ده في البلين سيدمنتيشن. واتفقنا عندنا حاجة تانية اسمها كيميكال سيدمنتيشن. ايه الكيميكال سيدمنتيشن دي؟ بالراحة بقى، دلوقتي البارتكلز دي في بارتكلز وزنها كبير اترسبت نتيجة وزنها. الكيميكال سيدمنتيشن دي موضوع مختلف. ايه الموضوع؟ موضوع ان انا عندي تنقسم لكذا تانك. اول تانك ده بنسميه حاجه اسمه ايه الوم سوليوشن تانك. ايه الوم سوليوشن تانك ده؟ المايه لما دخلت بالسوليد بارتكلز اللي هي موجوده فيها، السوليد بارتكلز دي ليها نيجاتيف فاليو تشارج، يعني هي شايله البارتكلز اللي موجوده في المايه دي شايله ايه شحنه سالبه. انا هضيف للتانك ده هضيف لها الوم سلفيت. الألم ده بيبقى ليه positive value charge. تمام؟ طب أنا كده أصبحنا بقى في حاجات شايلة negative وحاجات إيه شايلة إيه positive. تمام؟ دي إيه أول خطوة. طب تاني خطوة بعد ما خرج من الألم ده، قالك تاني خطوة المية بتدخل عليها حاجة اسمها flash mixing tank. ايه الفلاش ميكسينج تانك ده؟ الفلاش ميكسينج تانك ده ببساطة تانك حاجة بالمنظر ده. التانك ده ليه زي ميكسر من هنا حاجة بالشكل ده. ايه فايدة الميكسر ده؟ الميكسر ده بيلف بيعمل روتيشن. طب لما بيلف الميكسر ده، المية اللي هي هنا دي مش المية دي فيها سوليدز، وسوليدز بعضها شايل نيجاتيف فاليو تشارج وبعضها شايل البوزيتيف فاليو تشارج. المايه دي لما بتكمل لتاني ستيج بتروح للفلاش ميكسينج تانك، ميزته انه بيقلب المايه بيعمل ميكسينج المايه. نتيجة الميكسينج المايه دي تلاقي ان البوزيتيف فاليو تشارج قربت من نيجاتيف، يعني الشحنات السالبة مع الموجبة خبطوا في بعض فاتحدوا مع بعض. طب ايه ميزة ان هما يتحدوا مع بعض؟ ان لما بيتحدوا مع بعض نتيجة وزنهم بيروحوا ايه نازلين، لان وزنهم بيزيد. بعد كده تالت تانك موجود عندي حاجة اسمها flocculation tank. ايه الflocculation tank ده؟ بعد ما المية دخلت على الفلاش ميكسينج تانك والشحنات السالبة والموجبة خبطوا في بعض فجمعوا بقى بارتكل واحدة، المية بتروح داخلة على تانك تاني، التانك ده اللي هو الflocculation tank. الflocculation tank ده كل وظيفته ان هو بقيت في بارتكلز هنا هتلاقيها ما جابتش بعض، يعني في بارتكلز اللي هي شايله نيجاتيف فاليو تشارج واللي هي شايله بوزيتيف هتلاقيهم ما خبطوش في بعض اتبقوا. ايه ميزه التانك ده؟ التانك ده انت لو خدت فيه سيكشن حاجه بالمنظر ده هتلاقي التانك ده شكله كالتالي. من هنا مثلا وليكن الميه بتدخل، تلاقي التانك ده ايه عباره عن ايه زي حيطان كده، والمية مسارها بتمشي كده 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 كده. طب ايه ميزة الحركة دي؟ ميزة الحركة دي ان تلاقي المية لما بتمشي كده وتخبط في الحيطة دي بيزود احتمالية ان البارتكلز تخبط في بعض. طب ايه ميزة ان البارتكلز تخبط في بعض؟ ان لما نيجاتيف فاليو تشارج تخبط في بوزيتيف فاليو تشارج بيتحدوا مع بعض، فبالتالي وزن البارتكلز بيزيد وتروح يحصل لها ايه سيدمنتيشن. كده اتفقنا. ده لوحده ده اللي هو البلين سيدمنتيشن، ما كنتش بحط اي اضافات. هنا كل الفرق ان انت في الكيميكال سيدمنتيشن ان انت حطيت الوم، والالوم ده ليه بوزيتيف فاليو تشارج،
وان الكيميكال سيدمنتيشن تنقسم لثلاث تانكات، حاجه اسمها الوم سوليوشن تانك، حاجه اسمها فلاش ميكسينج تانك، حاجه اسمها فلاكيوليشن تانك. تعالى بقى نشوف الحاجات دي ايه. احنا اللي احنا خلصناه المره اللي فاتت، الرسمه دي احنا شرحناها المره اللي فاتت، اللي خلصناه منها اتكلمنا عنه تصميم البرايمري سيتلينج تانك او برايمري سيدمنتيشن تانك. النهارده هناخد الفلاكيوليشن تانك والفلاش ميكسينج تانك. والفلاش ميكسينج تانك ده المفروض بيبقى جواه اصلا حاجه اسمه ايه، الوم سوليوشن تانك جوه الفلاش ميكسينج تانك. دول اللي هنتكلم ايه عنهم النهارده، اللي هي ايه التانكين دول مع الالوم سوليوشن تانك. ببساطه كده ازاي اصمم الوم سوليوشن تانك؟ قال لك ايه، قال لك الويت اوف الوم ريكوايرد بير دي، كميه الالوم اللي انا محتاجها في اليوم دي بتساوي كيو ديزاين على 10 اس 6 في الالوم دوز. الالوم دوز دي بيكون بالبارت بير ايه، مليون. الكلام ده لما بتقسم على 10 اس 6 بيديني رقم، الرقم ده بالطن بير دي. طب الرقم ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن كميه الالوم اللي انا محتاجها في خلال اليوم. بعد كده الكونسنتريشن بتاع الالوم سوليوشن ده انا اللي بفرضه، يعني انا فرضت ان الكونسنتريشن بتاع الالوم سوليوشن ده بكام، فرضت ان هو ايه ب 10%. من الكلام ده اقدر اجيب الويت اوف الوم ايه، سوليوشن ريكوايرد بير دي، عن طريق ان انا اقول ايه، انا معايا الويت بتاع الالوم اللي انا محتاجه في اليوم، صح؟ لو قسمته على التركيز بتاع الالوم هجيب الويت بتاع ايه، بتاع الالوم ايه، سوليوشن بتاع محلول الالوم نفسه. جميل، خد بالك اللي انا بتكلم عنه ايه هنا، الويت بتاع الالوم انا حسبت الويت بتاع الالوم، الالوم ده بنحطه كباودر، انا حسبت الويت بتاع الالوم كباودر. هنا حسبت الويت الالوم سوليوشن اللي هو كمحلول الوم، يعني الالوم متضاف عليه ميه اللي انا محتاجه في خلال اليوم. فده بيساوي الويت بتاع الالوم الريكوايرد بير دي اللي انت جبته من الاول على التركيز اللي هو 10%، ديك رقم بالطن بير دي. السبيسيفيك جرافيتي بتاع الالوم سوليوشن دي من 1 ل 1 و2، فرضتها ب 1.2. من الكلام ده عايزين نجيب الفوليوم بتاع ايه، السوليوشن تانك. الفوليوم بتاع السوليوشن تانك هيساوي الويت بتاع الالوم سوليوشن على ايه، السبيسيفيك جرافيتي. هقسم الويت على السبيسيفيك جرافيتي اديني رقم، ده بايه، بالمتر كيوب كده انت جبت ايه، الفوليوم بتاع السوليوشن تانك. الدبس بتاع التانك ده بيكون من 1.5 ل 2، وعدد التانكات لازم يكون اكبر من او يساوي 2، واللينس بيساوي ايه، الويت. تعال نشوف الكلام ده نصممه ازاي. بيقول لك ايه، بيقول لك هنا فور ا ووتر تريتمنت بلانت اوف ا ديلي برودكشن اوف 30000 متر كيوب. خد بالك، هل 30000 متر كيوب دي، هل دي كده، هل دي كباستي؟ لا، انا دايما لما بديك في مسائل زي دي بديك ايه، بديك كيو. فهو هنا بيقول لك ديلي برودكشن، فدي تبقى كيو 30000 متر كيوب بير دي، دي ديلي برودكشن. It's required to design the concentrated alum solution tank of flash mixing tank of flocculation tank to determine حاجة اسمها rate of dosing of alum solution if the alum dose to be applied. مديك الالوم دوز بكام؟ ب 40 ايه؟ بارت بير مليون. تعالى ايه؟ نبدأ في المسألة. أول حاجة الـ weight of alum، أنا عايز أعرف كمية البودر اللي إن أنا محتاجها في اليوم، فدي كيو ديزاين على 10 أس 6 في الالوم دوز. كيو ديزاين معايا على 10 أس 6 في الالوم دوز، هو مدالك ايه؟ ب 40. الكلام ده اداك ايه، 1.2 طن بير دي. بعد كده فرضت ان تركيز الالوم سوليوشن، تركيز محلول الملح ده، محلول الالوم ده ب 10%، اقدر احسب الويت بتاع الالوم سوليوشن. الويت بتاع الالوم سوليوشن ده بيساوي ايه، بيساوي الويت بتاع الالوم الريكوارد بير دي على التركيز. قسمت الاثنين على بعض اداني كميه الالوم سوليوشن الوزنه اللي انا محتاجه في اليوم اللي هو 12 طن بير ايه، بير دي. السبيسيفيك جرافيتي دي فرضتها بواحد، وهي رينجها من 1 ل 1.2. من الكلام ده اعرف اجيب الفوليوم. الفوليوم هيساوي الويت على الجاما، الويت معايا ب 12 طن بير دي على الجاما اللي هي فرضتها بواحد، قسمت الاثنين على بعض جبت ايه، الفوليوم بتاع التانك. بعد ما جبت الفوليوم بتاع التانك خلاص ابتدي بقى الدبس بتاعي ده خدته ب 2 متر. طب هو رينجه من كام، من 1.5 ل 2، خلاص ده يبقى تمام ما فيهوش مشكله. بعد كده عدد التانكات، عدد التانكات هنا هو مش موجود، فانا عملت له assumption هنا فرضته ب2، وهو المفروض يكون اكبر من او يساوي 2. بعد كده عايز احسب الاريا بتاع التانك، هتساوي الكباستي على ال n في الدي. الكباستي معايا اللي هو الفوليوم على ال n عدد التانكات اللي انا لسه فرضه في الدبس اللي هو اللي انا الدبس اللي هو من الخطوه اللي هي الاولانيه برضو اللي انا فرضه هنا. الكلام ده لما اتعوض بيه دايركت هيديك الاريا بتاع التانك. الاريا بتاع التانك دي هتساوي اللينس في الايه، في الويتس. احنا هنا في التانك ده قلنا ان اللينس بيساوي الويتس، فخلاص فقلت التلاتة دي هتساوي ال سكويرد.
يعني ايه السكورد بتساوي 3 حسبت ايه اللينس بيساوي الويتس بيساوي 1.73. من الكلام ده الفاينل ديزاين الان ده الان عدد التنكات 2 الم سوليوشن تانك اللينس بتاعه بكذا ودوت الويتس بكذا ودوت ايه الدبس والكلام ده كله اليوم بتاعته ايه بالمتر كده. ايه ده اول تانك محتاجين ايه نصنع. تاني تانك محتاجين نتكلم عنه النهارده هو حاجه اسمها فلاش ميكسينج تانك. قلنا الفلاش ميكسينج تانك ده هو تانك والفكره ان في ميكسر الميكسر ده بيخلي لي البوست فاليو البارتكلز شايله بوست فاليو اللي شايله نيجاتيف فاليو قربوا من بعض بحيث ان هم بيتحدوا وايه وطالما اتحدوا بينزلوا ايه نتيجه وزن. التانك ده في كذا حاجه الريتنشن تايم بتاعه ده الوقت اللي انا بسيب التانك ده شغل الميكسر واسيب البارتكلز دي مع نفسها كده يحصل لها ميكسنج ده من 5 ل 60 سكند. حسبت الريتنشن تايم وانت اوريدي اصلا معاك الكيو ديزاين عن طريق البوبوليشن والافريج يوزر كونسامبشن فكل فكره كاباستي هي كيو ديزاين في التايم. الكيو ديزاين كده كده بديك في السؤال بوبوليشن افريج يوزر كونسامبشن او بديك كيو ديزاين على طول فالكيو ديزاين معاك ضربتها في التايم هديك كاباستي. الدبس بتاع التانك ده من 1 ل 3 متر الفاي بتاعته اصغر من 5 متر ده لو سيركلر واللينس والويتس من 2 ل 3 من 2 ل 5 متر لو ريكتانجل والان اكبر من او يساوي ايه 1. براحه كده اول حاجه انت الريتنشن تايم عشان تصمم التانك ده هو اصلا السؤال لو تفتكر كان عايز فلاش ميكسينج تانك وبعد كده ايه كان عايز الوم سوليوشن تانك بعد كده عايز فلاش او رابيد ميكسينج تانك. انا هنا فرضت الريتنشن تايم ب 30 سكند. بعد كده الكاباستي كيو في تي الكيو معايا الكيو دي رقمها متر كيوب بري بر دي قسمتها 24 في 60 في 60 عشان تبقى بر سكند ضربتها في الريتنشن تايم الكلام ده اداني الكاباستي. حسبت الكاباستي اسيوم مي الدبس. الدبس هنا عملت له اسامبشن ب 2 هو بيكون من 1 ل 3 متر. بعد كده الان عدد التنكات فرضته ايه بواحد. من الكلام ده اعرف احسب الاريا بتاع التانك الكباستي على الان في الدي الكباستي معايا والان معايا والدبس معايا جبت ايه الاريا بتاع التانك. الاريا بتاع التانك دي هو سابني براحتي يعني هو قال لك تصمم لي فلاش او رابيد ميكسينج تانك فالفلاش الفلاش او الرابيد ميكسينج تانك ده وارد انه يكون سيركلر وارد انه يكون ريكتانجل فانا خدته السيركلر اسهل لان ما فيش مجهول عندي غير الفاضي. من الكلام ده حسبت الفاضي الفاي طلعت لي ب 2.6 ودي المفروض تكون اصغر من 5 متر فاوكي ما فيهاش مشكله كده لان عدد التنكات واحد فلاش ميكسنج تانك ال 2.6 دي الفاي بتاعته وهنا ايه الدبس وهنا اليونت بالمتر. تالت تانك عايزين نتكلم عنه النهارده هو الفلاكيوليشن تانك. فلاكيوليشن تانك ده برضو نفس الكلام انه ليه ريتنشن تايم ده من 20 ل 30 مينت. الكباستي مجرد ما انت فرضت الريتنشن تايم الكباستي كيو معاك لو ضربتها في التايم اللي هو الريتنشن تايم هيديك ايه الكباستي. الدبس بتاع التانك ده بيكون من 2 ل 4 متر اللينس بيكون من 2 ل 3 ايه الويتس وعدد التانكات اكبر من او يساوي 2. تعالوا ناخد مساله نشوف الكلام ده ماشي ازاي. انا هنا في السؤال بتاعي فرضت الريتنشن تايم ب 30 ايه منت هو من 20 ل 30 ومعايا ايه اوريدي كيو معايا جيفن اعرف احسب الكباستي قلت الكيو في التايم. خد بالك هنا انا قسمت دي بالمتر كيوب بير دي فانا هنا قسمتها على 24 في 60 بس عشان احولها ايه بير مينت لان التايم بالمينت ده 625. بعد كده فرضت الدبس ب 3 متر هو بيكون من 2 ل 4 متر. بعد كده فرضت الان ب 2 الاريا بتاع التانك كباستي على الان في الدي كباستي معايا ب 625 على الان في الدبس عوضت دايركت جبت الكلام ده بيساوي ال في البي. انا اصلا عارف ان ال ال بتساوي 2 ل 3 ال بي فخدت ال ال بتساوي 3 ال بي كده بقى معايا 3 ال بي اللي هو ال ال في ال بي اللي هو 3 بي سكوير ده بيساوي ايه رقم. اعرف من الكلام ده احسب ال بي. ال بي حسبتها عملت لها ايه وعملت لها راوند اب كده حسبت ال بي. ال ال انا اصلا فرضها ب 3 ال بي فاقول 3 في 6 اداني ايه الكلام ده 18 فكده عدد التنكات اللي هو ال ان 2 ريكتانجلر فلاكيوليشن تانك اللينس بتاعه ب 18 دوت اللينس ودوت الويتس ودوت ايه الدبس. بعد كده اخر حاجه عايز حاجه اسمها ريت اوف دوزنج معدل الالوم اللي انا بضيفه ده قانون ثابت ان بيقول لك الكيو اللي هو ريت اوف دوزنج بيساوي كيو ديزاين زائد الكيو في الدوز على 10 اس. الكيو ديزاين معايا والدوز معايا كيو ديزاين ب 30000 والدوز معايا اللي هو ب 40 بارت بالمليون اعرف اطلع ايه الريت اوف دوزنج عوضت دايركت جبت الريت اوف دوزنج طلع لي ب 12 ايه
متر كيوب بير دي بير دي، لان الرقم ده بير دي متر كيوب بير دي. بس شكرا جدا، استمعكم.